بمراسم رسمية وخلال قداس إلهي أقيم في كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس بمحافظة إربد. حفل تسلم قدس الأرشمندريت رفائيل مهامه الرعائية كوكيل بطريركي في شمال الأردن عقب قرار المجمع المقدس إجراء تغييرات داخل هيكلة البطريركية. إلى التفاصيل. ترأس غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس بمحافظة إربد بمناسبة تسلم قدس الأرشمندريت رفائيل مهامه الرعائية كوكيل بطريركي في شمال الأردن، حيث جرى لقدسه مراسم تسليم رسمية حضرها لفيف من الآباء الكهنة ورعاة الكنائس من كافة محافظات الشمال بمشاركة جموع من المؤمنين. وبعد قراءة الإنجيل المقدس ورفع الذبيحة الإلهية تلا قدس الأرشمندريت فينيديكتوس كيال كلمة صاحب الغبطة بالنيابة عنه حيث جاء فيها إن الأرشمندريت رفائيل جاء إلى أردن السلام والمحبة ليكون الراعي والأب والأخ لأبناء كنائس الشمال كافة ويحرص على نسيج الأخوة بين أبناء رعيته وأبناء هذه الأسرة الأردنية الواحدة مقدما بعدها غبطته هدية تذكارية لقدسه وهي أيقونة للسيد المسيح ضارعا للرب القدير أن يمد قدسه بالعون والحكمة. إن الدليل والشهادة الدامغة على بشارة محبة المسيح في هذه الأرض المباركة أرض المملكة الأردنية الهاشمية هي الآثار الرومية الأرثوذكسية المحفوظة عبر الدهور وما زالت ظاهرة إلى الآن، كما أن حياة المسيحيين ولا سيما رعايا الروم الأرثوذكس يتمتعون باحترام هويتهم الدينية وأيضا الحرية الكاملة في ممارسة طقوسهم وعباداتهم، ويشهد على هذه الحقيقة المسيحيون الذين يعيشون في مدينة إربد والمناطق المحيطة بها على الانسجام والوئام مع مواطنيهم من غير الديانات. إن أخوية القبر المقدس الأجلاء وبعناية إلهية قد برزت وظهرت عاملة وحارسة للأماكن المقدسة مكرسة نفسها لخدمة رعيتنا المسيحية ومستمرة في مهمتها ورسالتها، فكل ما يصير باسم المسيح فليتمم بكل نظام وترتيب، وليخضع العلمانيون للشمامسة والشمامسة للكهنة والكهنة للأساقفة والأساقفة للمسيح كما هو للآب. وعبر الأرشمندريت رفائيل في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الأب سمعان خوري عن عميق شكره لصاحب الغبطة والمجمع المقدس على محبتهم وثقتهم التي منحوه إياها، طالبا من الجميع الدعوات الصادقة لكي يتمكن من حمل الأمانة الكبيرة التي أوكل بها. وجدت قلوب الجميع وأبوابهم مفتوحة لي بكل محبة، وجدت كهنة مباركين يعملون بصمت لأجل الكنيسة ورعيتها الذين ومن اللحظة الأولى أحاطوا بي فاتحين أحضان قلوبهم لي بكل محبة صادقة. ووجدت أيضا رعية ورعة ومؤمنة يقدرون ويحترمون بكل شرف ونزاهة جهود كهنتهم الأجلاء. لكن يا صاحب الغبطة، فإن الأمر الباهر الذي وجدته هنا هو أبناء الكنيسة الشباب والشابات الذين يحبون يسوع المسيح وكنيسته المقدسة. هذه هي الرعية المختارة من الله
وهذا هو الإكليروس الذي أتيت لأخدمه يا صاحب الغبطة. وفي ختام الصلاة أقيم حفل استقبال لقدس الأرشمندريت روفائيل بحضور غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث وأبناء الرعاية في محافظات الشمال، مقدمين التهنئة لقدسه متمنين له خدمة مباركة في كنيسة الرب.